ولك شوفي شوفي وغوشتوني. وين كنتي؟ شو دخلك انت تسألي هالأسئلة؟ كنتي مع حبيب القلب. إذا بتريدي وردها، إذا بتريدي هدول الشغلات بتدخلي فيهم. هلا في مجال ما تتخانقوا لأنه في شيء أهم؟ شوفي احكي. آنتي شبها؟ صار لها شيء؟ لا إن شاء الله ما صار لها شيء. لك احكوا شبكم جننتوني. هذا يا ستي من وقت ما انتي رحتي وانتي قاعده وحابسه حالها بغرفتها ايه وما عم ترضى تطلع. هذا الشيء بدل انه بيبي هيفا عم تمر بازمه نفسيه كثير صعبه. وسبب الازمه نحن على فكره. هلا نحن سبب الازمه؟ ايه نحن. هلا بيني وبينكم يا بنات، يعني انا الصبح حسيت بهيك شيء بس ما رضيت احكي. نحن لازم نلاقي حل وحل سريع كمان. مظبوط، تركوني فكر فيها. طيب عبين ما تفكري خلينا نروح لعند خالتي وندق عليها الباب ونتحجج بحجة الغراض ونسألها شو بدنا نعمل. ايه يلا يلا قوم. بس لحظة، فيني رد اجلي مكالمة؟ ما فيك تأجليها يعني؟ والرودة شو بك اليوم؟ خلص اتركيها ردي لنشوف شو بده يصير معك. خلصينا. ايه فوفيتي،